عمارة المساجد إما أن تكون عمارة حسية أو عمارة معنوية. العمارة الحسية بالبناء والتشييد والنظافة والفرش والسجاد والإضاءة. أعظم من هذا العمارة المعنوية لابد أن نجعل هذه المساجد عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. عكس هذا، ضد هذا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. خراب المساجد إما خراب حسي أو خراب معنوي. الخراب الحسي تفجير والهدم ورمي الأوساخ مثلا، لكن أشد من هذا الخراب المعنوي، نجعل المساجد أماكن للعب، أماكن للقيل للقال، أماكن للتجارة، حديث عن السياسة عن الدنيا، نعم دفن الأموات، الرقص، الأغاني. كثير يقول، كان في القديم يقول الحمد لله، يعني مثلا بفضل الله في هذه البلاد ما يوجد من يرقص أو يغني في المسجد، لكن مع هذه الوسائل الآن تسمع كثير من التليفونات تدق بموسيقى. من يفتح أحيانا في المسجد مثلا اليوتيوب ويستمع وتسمع والله أشياء لا تليق بمن بهذه البيوت، والله بيوت الله سبحانه وتعالى. وتجد بعض الناس والله لا يستطيع أن يخرج الجوال من جيبه، لا يستطيع أن يخرج الجوال من جيبه في بعض الأماكن، أما هنا يتجرأ ويفتح وموسيقى وقنوات ووسائل التواصل. يا أخي إذا دخلت إلى المسجد، المكان الذي أكرمكم الله تضع فيه نعليك، ضع الدنيا في الخارج وأقبل على الله 5 دقائق 10 دقائق، تقتنمها في الصف الأول، تدخل تصلي ما كتب لك، ثم بعدها تسلم على الجماعة، وإذا كان لهذه الصلاة سنة بعدية تقرأ شيء من القرآن. تجعل هذه المساجد عامرة بذكر الله. ما يعقل أنه لو يدخل الآن كافر مثلا يقول أريد أن أطلع على أهل الإسلام، إيش يصنع في المساجد؟ يجد واحد مبتكئ، واحد نائم، واحد يلعب في التليفون، واحد يتحدث، واحد كذا. يقول ماذا يصنع هؤلاء في المساجد؟ يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة في سارية من سواري المسجد، وبوب عليه البخاري أن ربط الأسير الكافر في المسجد. لماذا؟ حتى ينظر، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمامة ينظر إلى ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. كان ثمامة يبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه كل شيء وأسلم رضي الله عنه. بماذا؟ بالذي رآه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا، الله الله بهذه المساجد. ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. أخواننا، لازم نتعاون أيضا في نظافة المساجد، في عمارة المساجد، في من لا يصلي. يا أخي لا تترك للشيطان، لأن بعض الناس يأتي للإمام يقول جاري لا يصلي، ماذا يريد؟ يريد أن الإمام يقول كافر. لا، جارك الذي لا يصلي له حق عندك أن تأخذ بيديه وتأتي به إلى المسجد، لا تترك للشيطان. أخواننا، لابد نتعاون، نكون يد واحدة، أمة واحدة، قلب واحد، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نرجع إلى درسنا.
قال إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.